أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نستمر خلاله في متابعة المشهد في غزة، ولكن سنركز على الواجب الشرعي تجاه ما يجري في غزة. نتحدث عن أمة عربية مسلمة ومعها عالم إسلامي فسيح، ما هو الواجب الشرعي؟ هل سأل أحدنا ماذا عليه أن يفعل؟ لا نتحدث عن عنتريات ولا وندرك أن هناك حدود طبعا، ولكن هناك واجب شرعي لهذه الدول على الأقل، لأنه نحن الشعوب العربية من يمثلنا هي أنظمة وأحزاب، هذه الأنظمة يفترض أنها تمثل هذه الشعوب، ليست مسلطة على رقابها، وبالتالي ما تريده الأمة وما تلتزم به وما يمليه عليها دينها يفترض أن يتمثل في خطاب وأفعال هذه الأنظمة. سنركز الليلة على بلاد الحرمين، حيث مكة والمدينة، نحج ونعتمر هناك. بلاد الحرمين أيها السادة شغالة مهرجانات ورا مهرجانات، وفنانات كاسيات عاريات، ومطربين أشكال وألوان، وهدايا توزع بالليل والنهار، ولا تجد إلا من يمتدح هذا العهد العظيم الذي يقوده الملك سلمان وابنه ولي العهد. طيب يا جماعة الخير، فتحوا عيونكم، هناك إخوانكم يبادون في غزة، شوية حياة وشوية كرامة، واجبك الشرعي وينه؟ أقل لك والله أرسلت قوافل إغاثة. لا والله شكر الله سعيك، هو اللي يرسل قوافل الإغاثة يعني يعري عورته لاحقا كما يقال بالمثل الشعبي. عندنا مثل شعبي يعني يندرج في هذا السياق. الحقيقة لا يعني أنه إذا قدمت قوافل إغاثة وبارك الله فيك أنك تفعل ما تشاء لاحق، لا، السلوك الإسلامي سلوك متكامل، سلوك متكامل. لا يعني أنك تروح تأدي فريضة الصلاة وعامل لي فيها تقي وشيخ ثم تخرج خارج المسجد وتسرق وتنهب وتضرب وتكذب، لا، المسلم هو داخل المسجد وخارج المسجد هو شخص واحد متكامل. وعندما نتحدث عن السعودية التي قدمت، ولا ننكر ذلك، قدمت مساعدات سخية وقوافل إغاثة إلى غزة، وعندما نراها الآن تقيم هذه المهرجانات، الحقيقة أمر لا يستقيم، ولا لا؟ إذا أنا مخطئ صوبوني والله، هذا البرنامج هو في النهاية منكم وإليكم. يستمر العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة لليوم 80 بعد 100، مخلفاً أكثر من 25,000 شهيد. وقد دخلت غزة ومقاومتها معركة طوفان الأقصى دفاعاً عن الأقصى ومقدسات المسلمين في تلك الأرض الطيبة، وليس دفاعاً عن نفسها فقط. ها هي اليوم تواجه عدواناً إرهابياً للشهر الرابع على التوالي، فيما الأمة العربية والإسلامية واجمة عاجزة لا تقوى على النصرة ولا تقوى حتى على التلويح بعوامل القوة لديها وهي عديدة، النفط والغاز والممرات المائية وغيرها. بل أن بعض هذه الدول يقيم الأفراح والليالي الملاح كما يقال دون اكتراث لما يجري لأهالي القطاع والمشاهد أمامكم. السعودية تقف على رأس هذه الدول التي تقيم المهرجانات دون اكتراث بدماء الفلسطينيين في غزة والضفة، فقد احتضنت الرياض العاصمة السعودية يوم السبت حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي أورد، حيث تم توزيع الجوائز التي شملت فئات السينما والموسيقى والرياضة والمسلسلات على العديد من النجوم في ختام فعاليات موسم الرياض، وذلك تحت رعاية المستشار العظيم تركي آل الشيخ رئيس ما تسمى هيئة الترفيه السعودية. وكرم في الحفل طبعا كوكبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم. طبعا هناك فنانات تحدث نشطاء أن ملابسهم الحقيقة لا تليق بالسعودية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن السلطة في السعودية لا تهتم لذلك أيضا. كما أطلقت طبعا المهرجانات لا تتوقف في السعودية، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة السعودية فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث الممتد حتى 27 من يناير الجاري في 8 مواقع أثرية بمنطقة عسير. كما استمتع زوار مهرجان الصقور، مهرجانات أشكال وألوان،
مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته التاسعة المقام بمحافظة طريف، في تقديم العديد من الفقرات الشعبية الخاصة بالمنطقة، ومنها تقديم لون الدحة الشعبي ضمن الفقرات المصاحبة. في نهاية أكتوبر الماضي أعرب مغردون عن غضبهم بعد إعلان السعودية إطلاق موسم الرياض رغم دعوات تأجيل إطلاق فعاليات موسم الرياض هذا العام تضامناً لما يمر به قطاع غزة من قصف صهيوني أمريكي متواصل، وأزهق إلى حد الساعة أيها الساعة كما تتابعون أكثر من 25,000 ضحية. أمامكم الملك سلمان ومعه طبعا ابنه ولي العهد محمد ابن سلمان وطيف كبير من العائلة الحاكمة عائلة آل سعود في السعودية. لعل، لا أدري الحقيقة، لعل أحدهم تساءل عن الواجب الشرعي لبلاد الحرمين في هذا العدوان، لكن لم نرى غير القوافل المساعدات، لكن لا شيء أكثر من ذلك. غزة والواجب الشرعي، غزة تدافع عن أولى القبلتين وتدفع الثمن باهظا، وانشغال بلاد الحرمين بالفن والفنانين والمهرجانات، حفل جوي أووردز في ختام موسم الرياض آخر مثال عما نتحدث عنه. أحدهم منذ قليل سألني وأنا أجيبه الآن ما دام الحديث، قال لي يا أخي أنت ليش تتحدث على السعودية، ما هو فريق رياضي أيضا فلسطيني يشارك لا أدري ماذا في مباريات. يا عزيزي، هو حد فرق بين السلطة الفلسطينية وبين السعودية، لكن نحن نتحدث عن السعودية كدولة لها ثقل، رمز في الأمة العربية والإسلامية، كبلاد تحوي مكة والمدينة، هي قبلتنا، هي يفترض قدوتنا، هناك ولد وترعرع وجاءته الرسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. بلاد الحرمين ليست ككل بلاد. تقول لي السلطة فعلت، ما السلطة تنسق أمنيا وكلنا عارفين هذا، وتقول لك أنا ما باليد حيلة، لكن نتحدث الآن عن بلاد الحرمين. بلاد الحرمين يا سيدي مهرجانات رياضية أشكال وألوان، يعني معقول هذا الكلام؟ عادي طبيعي، طبيعي أنك توزع الجوائز وتستقبل الفنانين والفنانات والرقص والغناء، وفي ذات اللحظة يرتكب المحتل الصهيوني جرائمه في غزة ويبيد المئات يوميا. أنا لا أدري إذا كان هذا عادي في عرفنا وثقافتنا وديننا وهويتنا الإسلامية، أنا لا أدري، أنا لا أعتقد ذلك. طيب نعود بعد قليل للجمهور طبعا لمن يود أن يعلق ويعطينا بعض الشواهد إن شاء، ولكن دعوني أرحب في البداية بضيف حلقتنا. انضم لنا عبر الهاتف السيد حلمي الأسمر الكاتب والصحفي من عمان. سيد الأسمر مساء الخير. السعودية منشغلة بمهرجانات عديدة آخرها تكريم الفنانين والفنانات في حفل جوي أوردز كما يطلق عليه، وكان هناك أيضا حفلات غنائية وأضواء وما إلى ذلك. هل يبدو هذا الأمر طبيعي رغم ما يجري في غزة باعتبار أن الحياة لا تتوقف كما يقول البعض، أم أنه يفترض انطلاقا من الواجب الشرعي تجاه ما يجري في غزة أن تراعي بلاد الحرمين كل مواعيدها والتزاماتها وتحددها بناء على هذا الواجب الشرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو سؤالك انه هذا امر طبيعي، طبعا امر غير طبيعي، لكن يصبح طبيعيا اذا نظرنا يعني وسعنا فتحة الفرجار او زاوية الرؤية. يعني المشروع العربي عموما، مش بس المشروع السعودي او مشروع بلاد الحرمين، هو مشروع تحرير ومقاومة، ام مشروع اخر، مشروع غزة مشروع مقاومة مشروع تحرير. لا تنسى هنا انه المقاومة في عرف يعني الأنظمة العربية عموما هي إرهاب، مصنفة تحت بند الإرهاب، ويحاكم يعني من له علاقة بالمقاومة
وفق محاكم خاصة بأنظمة خاصة عسكرية تصدر أحكام يعني فلكية بالسجن على من يفكر أو له أي علاقة بالمقاومة. والأكثر من هذا أنه يعني في بلاد الحرمين، وهذا لا أذيع سرا، يعني من يضبط معه كوفية فلسطينية أو علم فلسطيني قد يحاكم وتصل العقوبة إلى 10 سنوات. فأنت يعني كيف تسأل يعني عن الواجب الشرعي لمنظومة حكم تفكر بهذه الطريقة؟ وهذا الأمر ليس مقصورا حقيقة على بلاد الحرمين. هذا الأمر ينسحب على سلسلة النظام العربي الرسمي بمجمله. مشروع هذا النظام متصادم مع مشروع غزة، مشروع فلسطين. ونرجع لورا شوي كمان، احكي عن 100 سنة من النضال الفلسطيني. ماذا فعل النظام العربي أو النظام العربي الرسمي تحديدا لتحرير فلسطين؟ دعك من الخطابات والمؤتمرات وفلسطين قضيتنا الأولى والقضية العربية المركزية، دعك من كل هذا. على الأرض ما النتيجة العملية التي تحققت للشعب الفلسطيني ولمصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيلة قرن كامل. فالسؤال يعني يصبح يعني تحصيل حاجة، جوابه تحصيل حاصل، لأنه لم يفعلوا شيئا حقيقة. حتى حكاية الدولة الفلسطينية المستقلة ثق تماما أن النظام العربي الرسمي أكثر حرصا على عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة أكثر من النظام الصهيوني ومن وراء النظام الصهيوني. وأكثر من هذا، من حافظ على الكيان الصهيوني ورعاه ودعمه يعني ليس المنظومة الغربية فقط بل المنظومة العربية على نحو أو آخر. من هنا يصبح السؤال أنه في واجب شرعي على العرب والبلاد الحرمين وأنه ينتصروا لغزة. طبعا في واجب شرعي، لكن هل هذا متفق مع المواقف السابقة لهذه المنظومة العربية؟ مش متفق. طيب. لم يفعلوا شيئا في الماضي وبالتالي لن يفعلوا شيئا في المستقبل. شعارهم يا سيدي منكم الموت ومن الأكفان، يرسلون أكفان لغزة. طيب ربما نعم من حق، عذرا سيد الأسمر، ربما سيقول بعض جمهورنا بأن السعودية قدمت ما يكفي من المساعدات وقوافل الإغاثة وهذا ما تستطيع أن تقدمه في هذه المرحلة. كيف هذا؟ كيف يعني كيف لا تستطيع أن تقدمه؟ يعني هي يعني بإشارة لتصريح واحد لو يخرج من بلاد الحرمين عن وقف تصدير النفط سينقلب العالم رأسا على عقب. سألنا هذا السؤال منذ أيام، سألنا هذا السؤال منذ أيام لأحد المشاركين السعوديين فقال العصر تغير وسلعة النفط لم تعد ذات قيمة كما كانت سابقا، تستطيع أمريكا كما قال أن تستغني على النفط السعودي، هكذا يقول. هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ. أمريكا تستطيع أن تستغني عن النفط السعودي فعلا، لكن التهديد بإحداث فوضى في سوق النفط عبر وقف التصدير، تصدير النفط السعودي والعربي كمان، نحكي عن غاز قطر، نحكي عن نفط ليبيا، نحكي عن نفط العراق، مو كمان بده موقف واحد. نعم. حتى يعني حتى لا نكون يعني حتى يجب أن نكون منصفين. لو النفط العربي، أقول لك مش بس النفط، المدخرات العربية، الأموال اللي تحت بند الصناديق السيادية التي تغذي الاقتصاد العالمي والاقتصاد الغربي
والامريكي 200 ومش عارف قديش مليار، انا مش طالع بالاقتصاد. اموال العرب لو هدد او هددوا بسحبها فقط من المصارف العالميه لا تغيرت المعادله. هناك اساليب كثيره لمناجزه العدو، لكن السؤال هل هناك نيه؟ يا اخي ما بدنا يحاربوا، ما بدنا يعني اسندوهم بموقف عملي حقيقي. بالضبط، هذا 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 هو سؤالي، هذا هو سؤالي التالي سيد حلمي الاسمر، هل هناك نيه لوقفه جاده مع اهالي غزه؟ وهل السؤال الشرعي مطروح اصلا على طاوله المسؤول السعودي ام لا؟ يا عمي ايش سؤال شرعي؟ اذا قاعد بغيروا المناهج وبيحذفوا ايات القران من ايات الجهاد من المناهج، وبيعلموا الاولاد الديانه الابراهيميه وما ادراك ما الديانه الابراهيميه. وكمان يعني ذهبوا قبل قليل كنت تتحدث عن المهرجانات وعن الاغاني وعن يعني افساد الجيل. يعني من يملك هذه الاجنده؟ هل في اجندته ان يسند فلسطين ويناجز العدو؟ طب ما قبل المعركه كان في حديث عن التطبيع وعاد عقد معاهدات سلام او استسلام انجاز التعبير. يعني هذا موضوع الاسناد الشرعي، اذا كان هناك اصلا التزام في يعني اسس الشرع. فاذا لم يكن هناك التزام في اسس الشرع، كيف تتحدث عن واجب شرعي؟ هو يعني هذا مش موجود في قاموسه، مش في اولوياته، مش في اجندته. فيصبح السؤال منعدم من حيث المبدا. طيب الآن يعني هذا فيما يتعلق برأس هرم السلطة في السعودية، يعني الإكثار من المهرجانات واستقبال هذا وذاك، لا ندري يعني هل هو تطوير فعلا للسياحة أم محاولة للتغطية ربما على التقصير تجاه فلسطين أو غيرها. لكن على كل حال يبقى السؤال مطروح، وهنا أختم معك سيد حلمي الأسمر، الجمهور السعودي، هل الجمهور السعودي سعيد بهذا المنحة وبهذا الاتجاه أم هناك تذمر ربما ولا يستطيع الإفصاح عن موقفه الآن باعتبار أن الديمقراطية متواضعة في السعودية جدا ولا توجد لا حرية تعبير ولا حرية تظاهر؟ لأن الجمهور السعودي الحقيقة عندما نتابع ما يجري حول هذه المهرجانات يقال بأن الإقبال كان كبير جدا. يعني هذا مسألة يعني في غاية الوضوح، ربنا سبحانه وتعالى وصفنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن أمة خيرية فيها من الخير ما لا يعد ولا يحصى. لا تقاس بعض جماهير تذهب إلى مهرجان غنائي بأنه هذا تعبير عن ضمير الشعب أو تعبير عن ضمير الناس، هذا كلام فاضي. يعني أنت متى تحكم على شعب ما أنه مع هذا التوجه أو ضد هذا التوجه؟ بالانتخاب. استطلاعات الرأي تقول اللي أجراها المركز العربي للبحوث والدراسات أن يعني مش عارف 99% أو كذا في شيء مقابل من هذا من الشعب السعودي يؤيد المقاومة. إذا أنت تتحدث عن 1 أو 2 أو 3% من مجموع الشعب ليس في أجندته لا مقاومة ولا مساهمة. ممكن أن يعني أتيحت له الفرصة أن يذهب إلى مهرجان غنائي أو كذا يذهب. هذا يعني ليس له دلالة على أن الشعب في مجمله يتجه هذا الاتجاه. إذا رفعت يعني سيف السلطة والخوف والإرهاب عن شعب ما عبر عن رأيه بحرية وقال لا للمقاومة، ساعتها بتقول له هذه الأمة ما فيش فيها خير. لكن بلاد الحرمين ولا في كل في بلاد الشام ولا في شمال إفريقيا ولا في أي منطقة في العالم فيها مسلمين أو عرب حتى أو أحرار، لا مسلمين ولا عرب. ما أنت شوف أوروبا الآن والولايات المتحدة المظاهرات
المؤيدة، أي إنسان عنده حس إنساني بالعدالة بالإنسانية يقف مع غزة، يقف مع المقاومة، ينتصر لها. فهذا ليس مقياسا إنه المهرجانات والمغنين والاحتفالات، وهذا تعبير عن ضمير الشعب. ضمير الشعب ممكن أن يقاس إذا صار في انتخاب حقيقي، في استطلاع رأي حقيقي، ساعتها نضرب سلام تعظيم، تعظيم سلام لأنه الشعب بايظ، والشعب مش بايظ، الشعب في مجمله، الشعب العربي، في الشعب المسلم، من يعني إذا أتيحت له الفرصة أن يعبر عن رأيه ويرفع عنه الضغط، ستجده والله متجه كله ببوصلته وبجسده إلى فلسطين وإلى غزة. لكن ما دام البسطار يعني هو الذي يتحكم في رقاب الناس، فيحتفظ معظم الناس بمشاعرهم في صدورهم. طبعا الرقم الذي أشرت إليه سيد حلمي الأسمر منذ قليل في آخر استطلاع للرأي هو 96% من السعوديين يؤيدون قطع العلاقات مع المحتل الصهيوني، طبعا ردا على جهود التطبيع، وهو تأييد ساحق بالتأكيد للمقاومة في غزة. بكلمة نعم بكلمة أخيرة لو بإمكانك تضيفها، ولكن أريد منك أن تشير أيضا إلى يعني إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه السلطة في السعودية بعيدا في التهرب من مسؤولياتها، وفي مقدمتها طبعا هذه الدماء التي تسيل في غزة، إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك؟ شوف، هو الكلام الآن عن يعني ممكن أن نقيم علاقات مع إسرائيل إذا كان في مسار لدولة فلسطينية، مسار يفضي إلى دولة فلسطينية. هو يعني في تناهي كامل في السياسات العربية بين ما تقوله واشنطن وبين ما تريده إسرائيل للأسف الشديد. إلى أي مدى ممكن أن تذهب الأمور العمدة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم على المقاومة ومدى صمودها. صمود المقاومة في غزة سيقلب كل المعادلات ويقلب كل ما هو موجود على الطاولة. ما دامت تصمد وما دامت تناجز وتحقق إنجازات، كل ما يتحدثون به من هذر عن دولة فلسطينية وعن حلول وعن اليوم التالي بعد غزة واليوم التالي بعد حماس، كل حد فاضي سيكون مصيره سنة المهملات. ما دامت المقاومة ثابتة وتحقق إنجازات وتحرم العدو من النصر، فهي يعني هي عليها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لكي تذهب بكل هذه المشاريع التافهة الفارغة التي لا تفضي أبدا إلى شيء. يعني 20 سنة وهم يتفاوضوا في بعد أوسلو وقبل أوسلو، وكله مناظرهم مبادرات روجرز، من روجرز لكيسنجر لمبعوثين رايحين جايين، كل حكي فاضي. الكلمة للمقاومة وللبندقية وللرصاص، وغير هذا اطلب صفحا عن كل هذا. السيد حلمي الأسمر الكاتب والصحفي كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر. أعود للجمهور، معنا مداخلة من محمد من ليبيا. مساء الخير محمد، تفضل محمد. مساء الخير سيسارة. يا هلا بيك. مساء الخير سيسارة. ولا الشيء من المأتاة ولا يستغربوا، السعوديين باعوا صدام حسين وباعوا العراق، ما همش باعها، زادوا الفلوس، زادوا الفلوس باش دقدق تاع العراق. ولو اني نختلف مع صدام حسين زادوا دقدق صدام حسين وعدموه. اللي انت تقول لي تنظمها ما مش احنا نجيب له، عدموا صدام حسين نهار العيد فهمت لما تفرجوا فيه، وانت تقول لي عاونوا باش عاونوا بفتات عاونوا، كأي مسلم عنده الحق غادي فك الثروات اللي عندهم، هما عندهم ثروات هذاك بتاع المسلمين. السعودية سي صالح تنتج يوميا 11 مليون برميل من البترول، وين مشات الفلوس؟ عندك الفسد هذاك فاسد، هذاك بن سليمان هذاك فاسد. لا 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 دعنا لو سمحت خطاب شوية راقي حتى نستطيع أن نستقبل مداخلتك، تفضل.
تفضل محمد واصل. السيد تفضل تفضل ولكن بخطاب أرقى لو تكرمت. أسرق يا صالح شو أنت تفضل تواحد فد منهم العصابة بتاع السعودية ذي تفد منهم ذي وأنت تقول لي أنت تفوت تفوتات من حق أي مواطن مسلم عنده حق في السعودية دعوة سيدنا إبراهيم وهم استحوذوا عليها كل ويأكلوا فيها ويعموا في الفساد في امتلاء وعاملين جابوا الأحضان الدافئة نقول لهم مبروك عليكم الأحضان الدافئة أو دخلكم التخريب في امتلاء وهم إذا كان يتمناوا حركة حماس تحرق في امتلاء ويتمناوا شعب غزة غزة تحرق بالله صار نحب نقول حركة حماس حذاري حذاري من كرزات ثاني وحذاري من أبو موسى الثاني حذاري منهم أرى مش تعملهمكم أمريكا وإسرائيل والسلام عليكم. شكرا لك محمد من ليبيا. عبد الله من ليبيا أيضا مساء الخير. عبد الله عبد الله مساء الخير. السلام عليكم يا أخ صالح. وعليك السلام. نحب نحييك ونحيي ضيفك بارك الله فيه ضيفك. يا هلا بيك. قال كلام مضبوط يعني نأيده في الكلام اللي قاله ضيفك. بالنسبة لأهل سعود يا ما هم من جميع 100 سنة على المهمة هذه المهمة تفرقة المسلمين مهمة قالت ندير المير قالت عندي أولادنا حيحكموا دول عربية وهذه كلمة حط عليها خطوط يا أخ صالح. السعودية ومصر ونفسية والإمارات هذم من دول ومن دول الصهاينة لكن عيب شنو على الشعوب هم شعوب عندهم استطلاع صح زي ما قالت 99% ما يبوش لكن نبوا منهم الحراك لأن فلسطين مهرة غالي أو لقبلتين وثلاث حرمين هو في هذا المهرجان عبد الله حتى فقط بين قوسين أنا أفتح زاوية أخرى للحديث لمن يود المشاركة أيضا في هذا المهرجان لتكريم الفنانين والفنانات وبعض الفنانات لا أقول كلهن جئنا بملابس شبه عارية هذا ما قاله النشطاء طبعا أنا لم أتابع الحقيقة للأمانة يعني. المهم في هذا الحفل الذي جرى يوم السبت ابن الفنان عادل إمام اللي هو فنان بحد ذاته أيضا تحدث الوحيد الذي أشاد بغزة فبدأ وكأنه يعني يغرد خارج السرب يعني الكل مركز على ابن الفنان عادل إمام وليش يعني أشاد بغزة حتى أنه جاءته بعض الإدانات على صفحات التواصل الرجل يعني هو لم يقل الجريمة يعني فرأيك في هذا الواقع السعودي ما هو البائس الحقيقي يا أخ سارة الكلمة هذه هو تعلم مشروعهم لأن هذا مشروع مش احتفال هو هو مشروع عن انحراف البوصلة فهمت كيف لا تخدير الشعوب العربية بالعمة هذوما بيترقصوا ويرقصوا فهمت انت أزارك عند حد متوفي ترقص الديل عرس بجنب انت هذا هو السؤال الذي طرحناه مرارا بالفعل يعني لو كان هؤلاء الضحايا 25,000 بربك ذكرني فقط لو كان هؤلاء 25,000 شهيد هم شهداء في مدينة جدة لقدر الله أو في مدينة أخرى هل كان محمد بن سلمان سيقيم الأفراح والليالي الملاح؟ أنت على سمعت فيها سنعتك حاجة متوى صارت ملك دع الكويت اللي رحمة الأمير الكويت توفى مش وقفوا 3 أيام ربك ربك سبحانه يجيب فيايات للناس رأى. طبعا ولكن غزة لا تتوقف الحفلات والمهرجانات لأجلها شكر لك عبد الله من ليبيا أشكرك عزام مساء الخير عزام عزام مساء الخير يعني ياريت الجمهور يكون منتظر وجاهز على الهاتف حتى لا نضيع الوقت ونحن ننادي على المتصل عزام للمرة الرابعة والأخيرة طيب للأسف بإمكان عزام يعيد الاتصال إن شاء أبو علام من الجزائر السلام عليكم الأخ صالح وعليك السلام نحييك ونحيو قال حرار ونطحموا على الشهداء تاع غزة ونحيو المقاومة في كل مكان الأخ صالح أنا نعطيك الزبدة المهم أعطيني وقت أنا الأيام اللي فاتت ما كانش عندي وقت فضل 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 المداخلة شوف في المداخلة أنا نعطيك الزبدة والألغاز كما يقولك شوف قضية المساعدات السعودية إلى غزة هذه الرامات في العيون خلينا ندخلوا في لب الموضوع قضية المهرجانات هذه وقضية أكرمكم الله مهرجان الكلاب هذه عربون من بن سلمان إلى الصهاينة والأمريكان كأن يقول لهم ما زلنا على العهد ما اتفقنا عليه في الأيام الماضية يعني قضية التطبيع وكذا هو راه يكسر في المقاومة في جدة
في السعودية حتى يعني يقتل النفوس ثم يذهب إلى التطبيع. هذه عبارة عن خريطة الطريق. أقسم لك بالله إنه ذاهب إلى التطبيع وأنا مسؤول على كلامي. حتى السعوديين الآن أنا مانيش عارف كيفاش أرض الحرمين راهي هكذا بهذا الشيء. هذا هاد الأمور اللي راهم يصراو يا الأخ صالح هي تخطيط ومؤامرة من اللوبي الصهيوني العالمي لضرب الإسلام في أرض الحرمين كما فعلوا في غزة. الآن هذا بن سلمان هما ماسكين عليه المنشار. المنشار نتاع خاشقجي هو عبارة عن خريطة الطريق وأجندات. طيب أين هو الشعب السعودي أبو علام وأنت تسأل عن الشعب السعودي؟ أين هو برأيك؟ هل هو سعيد بهذه المهرجانات وإخوانه يذبحون في غزة أم لا يستطيع أن يعبر عن رأيه؟ هو ما هو سعيد. أنا نعرف بلي ما هو سعيد وراه غضبان. ولكن عندما يسكت بهذا الشيء كراحة تدخل السنن الكونية الربانية الإلهية. راح يصرع عقاب من الله لأن هذه أرض حرامين. ربي عاقب أبراها وعاقب أي يعني الأقوام اللي فاتوا من قبل. راح يكون كاين سنن الله الكونية تتدخل. أنا نقول لهم ويل للعرب من مصير قد اقترب. هذا بن سلمان يا الأخ صالح والله تالات لو كان ما يزيحوش من الأرض الحرامين من الحكم قسما بالله غير راح تصرى كما نقولوا مشاكل كبيره. راح تصرى لهم فوضى كبيره وراح يغزوهم المقاومه من كل مكان. شكرا لك ابو علام. اشكرك ابو علام. حتى نبقى في اطار الموضوع عاد الينا عزام. مساء الخير الصالح. يا اهلا بك. تحية. والله كنت سامعك من اول كلام. معلش على العموم يا صالح. الرحمه لشهدائنا والشفاء لجرحانا والنصر إلى مقاومتنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب لا تريد أن تبارك للسعودية احتفالاتها ومهرجاناتها وتقول مبروك للفنانين اللي فازوا؟ مبروك للفنانات والفنانين ومنهم الأحياء والميتين كمان. يلا نشوف كلهم يعني راح أخش لك في الموضوع. تفضل. بس كلمة صغيرة أرد بس عليها إذا تسمح لي. أرد عليها على الحاج عرفات. أنا متأكد يا حاج عرفات إذا في سلاح بخش من مصر باتجاه غزة أنا راح أبصم لك 100%. بس دخلوا الشاحنات الله يرضى عليك. احكي لحكومتك تدخل الشاحنات على الحدود عشان بس الناس تاكل وتشرب. الله يرضى عليك. على فكرة هناك هناك الشحنات. هناك مساعدات بدأت تخرب وهي في ال في ال في ال في, ال في الأرض المصرية لم تدخل بعد. يعني هذا من معلومات موثوقة. نعم من مصادر موثوقة. عفوا الشاحنات ساعتها بنقول دخل سلاح. بس دخل الشاحنات الاول يا اخي. لا تقول لي سلاح ولا حتى النصر تبعنا يا اخ صالح بده يسرقوه. نصرنا احنا على فكره 67 غزة سقطت 67 كانت بيد المصريين على فكره بيد الحكومه المصريه. طب حتى نعود للسعوديه عزام. يعني مهرجان للفنانين والفنانات وبعضهن عاريات يعني وتقديم جوائز وهدايا وختموها بالغناء والرقص. يعني في أي كوكب بلاد الحرمين؟ يعني أنا يا جماعة لا تنسوا أن هذه البلاد كان فيها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. هذه البلاد على تلك الأرض الطاهرة أين تحولت هذه البلاد كل هذا المنقلب؟ بتذكر معي يا أخ صالح أنت وحضرتك والمشاهدين لما نزل صواريخ من الحوثيين على 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 جدة وعلى أو 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 أو, أو, أو مصاف النفط. اجتمعت الدول العربية واجتمعت الدول الإسلامية كلها بالسعودية. صاروخ واحد نزل هناك في غزة آلاف الشهداء ولا جايين ولا أي شيء هناك وفي حداد. طيب المشكلة في تركي آل الشيخ هذا اللي لا أحد يعلم ربما ما دينه أو ما هويته أو حتى ما انتمائه. الرجل يبدو يعني من خارج الكوكب نهائيا كما يقول البعض. وإلا العيب في محمد بن سلمان وإلا العيب في الملك سلمان الذي بلغ من العمر عتية. أين هو العيب؟ والله يا أخ صالح إني أشك إن هذولا ينتموا إلى الإسلام. أنا مع الأخ ديف قال هذا 1% أو 2% من الشعب السعودي. الشعب السعودي ما بيرضى على هيك. على فكرة من أيام ملك فيصل وبعدها ملك خالد والله كنا في لبنان كان يجينا والله بدلات عسكرية حتى من السعودية كانوا يدعمونا بعد ما اجى يعني بعد طيب يا اخي كان هذه فعل ماضي. اين هو الشعب السعودي الان؟ والله سؤال محير. وين الشعب السعودي شعب بلاد الحرمين العظيم يا اخ صالح؟ من شهرين انا هحكي لك معلومه جديده. من شهرين هذا الكلام من الاسبوع اللي فات قدموا ناس يا اخي مننا احنا
لزيارة منها حج أو عمرة. أقسم بالله منعوا أي جواز لجوء للعمرة أو للعمرة أو للحج. للعمرة أو الله للحج. أكبر الله المستعان. شكرا أي جواز شكرا لك عزيزي معذرني طبعا لضيق الوقت. سعيد من المغرب. سعيد نعم تفضل مساء الخير. وعليكم السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي صالح. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام أخي صالح. في البداية جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جانبكم ونحسبه هو جل المقل أنكم تقومون بواجبكم. والذي يجري اليوم هو مشروع ضد مشروع، مشروع المقاومة ضد المشروع الصهيوني المسيحي المسمى بصفقة القرن، وهو مشروع ليس ولد اليوم وإنما هو مخطط له منذ زمن بعيد، والآن يتم تنزيله بعد الحصول على صكوك الاطمئنان. بعد الحصول على صكوك الاطمئنان أخي صالح لو سمحت في مستهل حديثكم برنامجكم الذي تحدثون فيه مع ضيفكم في البداية عن الجهات المؤثرة في موضوع إيقاف الحرب، وفي مجرى حديثه أكد المتحدث على أن أمريكا منفردة هي التي تتحكم مسارات الوقف والاستمرار، غير أنه لم يتحدث عن من هم من بني جلدتنا الذين قدموا لبايدن الدعم الكامل والضوء الأخضر ليصول ويجول. بل الأمر الذي يندله الجبين هو أنهم لم يقفوا عند هذا الحد، وإنما طلبوا متوسلين من أمريكا والصهاينة على أن لا يوقفوا الحرب إلا بعد القضاء على غزة بكاملة واجتثاثها، وأنهم رأنا إشارة الصهاينة في كل ما يحتاجونه لهذا الفعل الإجرامي. وبالمناسبة فإن هذه الدول لم تخفي هذا الفعل الغير أخلاقي، بل أعلنته على الملأ دون خجل ودون حياء والسلام. شكرا لك سعيد من المغرب. الحقيقة أنا قبل هذه الحلقة كنت في حديث مع أحد الأصدقاء فقال لي التالي، وهو قول متداول على كل حال على صفحات التواصل، يقول لي بأن هناك بعض الدول في المنطقة وفي مقدمتها ليس كلها طبعا في مقدمتها السعودية والإمارات هي على تواصل مباشر مع كيان الاحتلال ولا تريد وقف الحرب على غزة حتى تبادل المقاومة. لماذا؟ لأنهم يخشون أن المقاومة إذا انتصرت وهي منتصرة وستنتصر بعون الله، إذا انتصرت ستعود هناك عودة للروح في هذه الشعوب العربية والرغبة في التغيير والدخول في الديمقراطية وما بعد الديمقراطية، حتى ربما دول إسلامية فعلا وليس تدجيلا كما يجري في بعض دول المنطقة. بالتالي هذه الأنظمة تخشى من انتصار المقاومة، السعودية والإمارات وبعض الأنظمة العربية الأخرى، ولهذا هم من تحت الطاولة بالفعل لا يريدون للمحتل الصهيوني أن يوقف عدوانه. هكذا يقول هذا الصديق ولعل بعضكم يتفق معه. أبو أسامة من فلسطين مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام أبو أسامة. في أقل من دقيقة لو تكرمت، ما زال لدي أكثر من متصل. طيب ماشي. بالنسبة للمهرجانات في السعودية طبعا كان أول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إجا تركي آل الشيخ محمد بن سلمان سووا هيئة الترفيه. وطبعا هذول حاطين في يعني في راسهم لازم تفوقوا على مصر وعلى لبنان وعلى سوريا في قلة الحياة. يعني كيف مصر تسبوهم بخمسين سنة ولا مئة سنة؟ فهم لازم يتفوقوا. يعني بدل ما يتفوقوا على العالم في تحفيظ القرآن وفي العلم والعلوم والجامعات الحديثة وما إلى ذلك، صايرين يعني يتسابقوا في موضوع الرقص وهز الوسط. يعني ما انت شايف استاذ صالح العلماء تعونهم في السجون كلهم، هو في حدا بيسترجع يحفظ القران ولا يروح على مسجد؟ اليوم اللي بيطلع على شط البحر بيرقص هذا المواطن الصالح. طبعا احنا بنحكيش بشكل عام، اما هم بدهم يسووا وصل السعوديه للمرحله هذه. طيب ابو اسامه وانت من فلسطين بعشر ثواني فقط، لو قابلك الان محمد بن سلمان ماذا تقول له بالله عليك؟ وهو خارج من مهرجانات وداخل في مهرجانات، يعني لا تتوقف المهرجانات في السعودية، ماذا تقول له كفلسطيني؟ أنا بقول له، أنا ما بقول له والله نضربه كفين على خلقته، ما بدي أقول له، هذا بيجيش مع إلا الضرب. ربما الرجل ديمقراطي لا يقبل بالعنف، يقبل بالحوار. شكرا لك على كل حال أبو أسامة.
يعني نحن لسنا من أنصار العنف مهما كان هذا مستوى هذا العنف الحقيقة. إذا كانت السعودية تزج بأبنائها في السجن فنحن نرفض هذا ونريد دائما الحوار بالحجة والكلمة الحسنة. خالد من الجزائر مساء الخير. أنا أقول لك محمد بن سلمان ولي عهد ولكن مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العقدة الآن راه يحاول كل ما يوجد من مسخ دخله للسعودية ليظهر لهم أنه متفتح وديمقراطي ومشاريع الغرب هي هذه كلها. وهذا ما هذا يرجع هنا مخطط حتى إسرائيل لا قدر الله تدخل إلى غزة، وكانوا هذه أنت طرحت حل الدولتين في الحصة الأولى، حل الدولتين معنى هذا غزة تكون تابعة لسيدهم عباس ويتعاملوا معها كما يتعاملوا مع رام الله، التوسع والمستوطنات. إسرائيل خطتها واضحة، وزير الدفاع يقول لهم لن حتى إذا وقف حزب الله المقاومة فأنا لا أوقف المقاومة حتى يعود سكان الشمال إلى قراهم. يعني دائما الشروط موجودة هذه. شكرا لك خالد، أشكرك وأعذرني طبعا لضيق الوقت حتى نعطي فرصة لأبو عبادة من ألمانيا في أقل من دقيقة. يا أبو عبادة مساء الخير. أبو عبادة إذا تسمعني تفضل. كأنه أبو عبادة غادرنا، على كل حال نعتذر منها الانقطاع من عندك يا أبو عبادة. طيب أختم ببعض المشاركات عن طريق الواتساب. تهاني نانوس من الأردن تقول حل الدولتين هي في الحقيقة خدعة كبيرة لإعادة جلب العرب لحظيرة التطبيع ووضعهم في الأقفاص الحديدية المعدة لهم سلفا. طبعا الأنظمة العربية تعرف ذلك في سرها وجهرها. ناصر المجدوب من طرابلس ليبيا يقول الحل الذي ينبغي اعتماده لحل المشكلة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية هو خروج الشعوب العربية في الشوارع والمطالبة بتنحي الحكام الذين هم السبب في إطالة أمد هذا الاحتلال، ولا حل غير ذلك كما يقول. نوردين من فرنسا يقول أنا أسائل أو أسأل هل مساحة فلسطين التي هي حوالي 26 ألف كيلومتر مربع تتسع لدولتين؟ الصهاينة هم لا يعترفون بأي حدود، هذا ذر للرماد في العيون فقط ومضيعة للوقت كما يقول. جميلة داود من الأردن تقول وقف الحرب هو من أولى الأولويات، ومن ثم تطرح بعد ذلك باقي المواضيع للبحث. رسالة أيضا من صوفيا الحسيني تقول الصهاينة يتعمدون هدم المساجد في فلسطين، وأما وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بجلالة قدره ذكر بأن كثير من المواطنين في بلاد الحرمين يشتكون إليه لانزعاجهم من صوت الأذان، بينما لا يوجد أي شكاوى من انزعاج الناس من الموسيقى الصاخبة التي تأتي من المطربة الإباحية الأسترالية في موسم الرياض. تقول صوفيا الحسيني. أيمن وهو فلسطيني من بريطانيا يقول إلى متى نستجدي الأنظمة العربية لنجدتنا ولتحريك الجيوش لنصرة فلسطين؟ إلى متى نعول على هذه الأنظمة الفاسدة الخائنة للتفاوض على ما يسمى حل الدولتين؟ إلى متى نطلب المساعدة في الغذاء والدواء من هذه الأنظمة العميلة وهم أنفسهم من طلبوا من نتنياهو الاستمرار في الذبح؟ أبو أيوب من الجزائر يقول الشعب السعودي من أكثر الشعوب إدمانا على الحفلات والمهرجانات منذ أن جاء ابن سلمان صانع هذا المخدر الذي يسمى الترفيه. لا توجد إحصائية لذلك. الرقم الحقيقة الذي ذكرناه منذ قليل 96% هم مع قطع العلاقات مع هذا الكيان المحتل ويؤيدون غزة ومقاومتها، وما تراه أنت بضعة مئات أو بضعة آلاف يأتون إلى هذه المهرجانات قد لا يعبرون كما ذكر ضيفنا منذ قليل، قد لا يعبرون عزيزي على الشعب بكامله. مريم عفانة من الأردن تقول السعودية ابتعدت عن الإسلام والمسلمين منذ أن جاء هذا المعتوه إلى الحكم كما تصفه هي ولم تذكر اسمه، وسجن العلماء، فماذا ننتظر من هذا من هكذا حاكم إلا الأسوأ؟ ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومتخاذل خائن.
أشكر موسى نصر من الأردن، يمينة من الجزائر، فارس من الجزائر، عبد العالي من المغرب شكرا لك، نور الدين من الجزائر، جمانة من إسطنبول، أبو محمد من المغرب، محمد من المغرب، قتيبة من أمريكا، وآخرين كثر. أشكركم جميعا، ولكن اعذروني للأسف هذا ما سمح به الوقت. نختم كالعادة بمراسل والرأي الحر. الخراب في الدول العربية من اليمن، في الدول العربية في اليمن وليبيا والسودان وغايتها تدمير وخراب دول العرب وخلق توترات وزعزعة في منطقة الشرق الأوسط، وتحاول تطويق مصر والسعودية. أبو محمد من اليمن: العدو الحقيقي لهذه الأمة هو العدو الأمريكي الصهيوني، فلولا دعم واشنطن لتل أبيب لما استطاعت إبادة غزة طوال هذه المدة ولا توقفت الحرب منذ شهور. محمد من فلسطين: الرسالة التالية يا زملائي الكرام. طيب، صفقة دواء التي حصلت عليها غزة بوساطة قطرية فرنسية يوضح بلا مجال للشك أن المجتمع الدولي لا يهتم بالدم الفلسطيني بقدر اهتمامه بالأسرى الإسرائيليين. بسام من الأردن: أعتقد أن فكرة الإضراب الشامل من مناصري القضية في العالم لمدة 3 أيام سوف تقوم بتحريك المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب، لأن الاقتصاد عصب السياسة العالمية بهذه الحقبة من الزمن كما يقول. ماهر من تونس: في ظل هذه الحرب الهمجية التي تستهدف كل شيء في بنية مجتمعنا الفلسطيني، ليس فقط البنى التحتية وإنما كل البنى الفكرية والتاريخية والأثرية وحتى الدينية، يتوجب علينا إعادة تعريف الصراع للمجتمع الدولي وعرضه أمام العالم كما يقول ماهر. نختم كالعادة برقم هذه الفقرة، وأهيب بجمهورنا كل من يتابعنا: أرسلوا فيديوهات، سجل بموبايلك فيديو لا يزيد عن دقيقة واحدة وعبر فيه عن رأيك في كل موضوع تراه، وارسل به إلى هذا الرقم اللي أمامك وهو رقم واتساب لا يكلفك شيء. سجل الفيديو وترسل به مباشرة 044-77-627-60-809. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس الموعد. أستودعكم الله.